السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي في الله. يوم جديد، فيديو جديد إن شاء الله. اليوم إخواني أخواتي، الفيديو اللي غادي ندير معكم هي العطلة اللي كنت قضيت في بيسيناس ديال بيسيس نابا لافوينتي، مهم ركينين في لاسيرا. مهم غنخليكم مع الصور ديال المخيم من الداخل، سميتو كامبينغ بيسيس. فيه لابيسين، فيه بلاصه فين كيلعبوا الدراري لي بار، فيه لي بونغالو، فيه لي كارافان. زوين زوين بزاف، يستحق يعني الزياره، يستحق يعني الواحد يمشي يقضي فيه ايام يستمتع بالطبيعه، لانه غزال غزال. يعني غتشوفوا الفيديو وغتشوفوا الصور ديال المخيم كامل. انا درت لكم تقريبا الصور كاملين على المخيم، غير سمحوا لي غادي تلقاو بعض المرات الصور بحال كيتحركوا، لانكم عارفيني راجلي كضرني. يلاه كنت دايره العمليه، وملي كنتمشى كان كيتحرك لي التليفون في يديا. يعني تقريبا جميع يعني الفيديو كامل غادي تلقاو فيه تحركات ديال التصاور، ولكن قبلوا عليا هذا الشيء اللي عطى الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى نلقى التعاليق الزوينه ديالكم كالعاده. شكرا لكم بزاف، والى فيديو قريب ان شاء الله. وبالنسبه للاخوات، الفيديو اللي جاي ان شاء الله، يعني الفيديو القادم غادي يكون على لا كارافان كي دايره من الداخل، كيفاش مكتينها، كيفاش مصايبينها، كيفاش مفصلينها، وعلى لابيسين ديالهم حتى هو كي داير. صور ديال لابيسين ديال الدراري الصغار وديال الناس الكبار، وفرجه ممتعه. وشكرا لكم بزاف.